بلد مكة أفضل شريعة، شريعة آخر الشرائع، أتم الله سبحانه وتعالى وأكمل له هذه الشريعة، شريعة كاملة. أفضل نسب كان للنبي صلى الله عليه وسلم. هناك أشياء يسميها العلماء دلائل النبوة، يعني أشياء تدل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه ممكن يسأل سائل، ما الدليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول ليس دليل واحد، بل أدلة كثيرة جدا مستفيضة. ما هي؟ هي منها أن الله سبحانه وتعالى صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف؟ تصديق بالقول حيث أنزل عليه القرآن، تصديق بالفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل أقوام والله سبحانه وتعالى ينصر ويعليه، كما قرأ الإمام مثلا سورة قصة مثلا الأحزاب، تحزبوا واجتمعوا على النبي عليه الصلاة والسلام وأرادوا القضاء عليه وينصر الله سبحانه وتعالى. قبل البعثة كان كفار مكة يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأنه الصادق الأمين. وهرقل سأل أبو سفيان رضي الله عنه، سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال هل جربتم عليه كذبا؟ قال لا. قال ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. استدل بترك الصغائر على ترك الكبائر. قال ما يمكن، هو ما يأتي بالصغيرة حتى يأتي بالكبيرة. يعني لو تقول فلان ذهب إلى المحكمة وشهد شهادة الزور، هذا يقول لا والله. ليش؟ قال أنا أعرف هذا ما يأتي الصغائر، كيف تريد يذهب إلى المحكمة ويشهد شهادة الزور؟ قال بعض الكفار، قال أنه عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن هذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم ليس بوجه من؟ كذاب. الذي ينظر في وجه النبي صلى الله عليه وسلم في كلامه يعرف أنه صادق عليه الصلاة والسلام. صدقه الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. ما من نبي من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا بشر بنبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم، منهم موسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام. في قصة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، قريش جن جنون قريش وأرادوا اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم، وضعوا أموال وجوائز على الذي يقص أثر النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام. وجدوا أثر قدم على التراب، وكانوا هم عندهم تتبع للأثر، فجاءوا برجل يتتبع الأثر وقالوا انظر إلى هذا موضع إيش الأثر الذي في الأرض. لمن نظر في هذا الأثر وقال والله إن هذه القدم مثل القدم التي عند الكعبة، يعني قدم من؟ إبراهيم، يعني هذا ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. شهد له الكفار قلنا قبل المسلمين. وانقسم الناس في العداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا
هذه سنة الله سبحانه وتعالى، أنه أول شيء ظهر كفار مكة وأخذوا يتكلموا على النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا أنه مجنون. قال وما صاحبكم، يعني ما إيش صاحبكم؟ أنتم ما ترون النبي صلى الله عليه وسلم وتعرفوا ماذا يتحدث به، كيف تقول عنه أنه مجنون؟ وسبحان الله كانوا يذمون النبي صلى الله عليه وسلم، كفار مكة يذمون النبي صلى الله عليه وسلم، يسبون النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلموا عليه وهو لا يبالي، غير مكترث بهذا الكلام اللي يقوله هؤلاء. قال ألم ترى كيف يصرف الله عني أذى قريشا؟ كيف؟ قال يذمون مذمما وأنا محمد عليه الصلاة والسلام، اسمه محمد، هم يذمون ما يسمى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينادوه بماذا؟ بمحمد، لأن محمد مدح، يمدح أهل السماوات يمدح أهل الأرض. قال يذمون مذمما، من مذمم؟ يقول أنا لا أدري، يعني كان يقول أنا لا أدري من مذمم وأنا محمد عليه الصلاة والسلام. في خيبر قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة رضوان الله عليهم لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله، يحبه الله ورسوله، يفتح الله على يده، يعني غدا فتح خيبر. وخيبر حصون ليست بالسهلة، فأصبح الناس قال بات الناس يدوكون ليلتهم، يعني كلهم يرجو أن يعطى هذا الفضل، فضل عظيم. سبحان الله، الصحابة انشغلوا عن بشارة الفتح، بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بفتح خيبر، خيبر أموال وغنائم، ما التفتوا لهذا، لأنهم ما خرجوا للدنيا الصحابة رضوان الله عليهم. بات الصحابة يدوكون ليلتهم، كلهم يرجو أن يعطاها، يفكروا في ماذا؟ في محبة الله، هذا الصحابة رضوان الله عليهم. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلهم يرجو أن يعطاه. قال أين علي؟ قال لا يشتكي عينيه، يعني إيش؟ مريض، به مرض، رمد في عينيه. قال فأتي به فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجع. هذا آية من آيات النبوة. جاء لمسيلمة، ممكن أن تقرأ على مريض ولا يبرأ، صح؟ وممكن يبرأ بإذن الله، وممكن إنسان يأتيك مريض به يعني مرض في عينيه، رمد وكذا، تقرأ عليه يبرأ، وممكن لا يبرأ. أما يذهب بصره هذا مشكل. فجاء لمسيلمة برجل فيه رمل وقال افعل بهذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ ها؟ بعلي رضي الله عنه. تمتم وبصق في عينه ذهب بصره، نسأل العافية والسلام. كل من كذب على الله يفضح الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. قال انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خيرا لك من حمر النعم. فتحت خيبر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، صادق المصدوق. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم، أترك الجوال الشيخ، ممنوع استخدام الجوالات، ترى أنا أسحب الجوالات، موافق؟ موافقين؟ نعم، نرجع للسعودية أريد شوية جوالات معي. النبي صلى الله عليه وسلم، الله ضيعتني وأنا كنت أنا بقول، الله يهديك، الله يسامحك. يفتح الله عليك، لك من حمر النعم. خلاص تمام، ما شاء الله، حافظين. النبي صلى الله عليه وسلم
أمور كلها تدل على صدقه، منها خاتم النبوة دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. عندما جاء سلمان كان يسعى لأن يرى هذا، حتى أرخى النبي صلى الله عليه وسلم له رداءه فرأى خاتم النبوة. حليمة عندما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم، كان أهل مكة نساء قريش أفضل النساء، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد يقول والله السعودية والكويت ومصر ما لنا علاقة بهذه الأمور، هذه قومية اتركوها. نساء قريش أفضل النساء لقول النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت المرأة القرشية لا ترضع أولادها، لماذا؟ حتى تتفرغ لزوجها، ويأخذ الولد ويعطوه لمن؟ للمرضعات، لكن خارج مكة، لأن مكة أرض يأتيها الآفاق وممكن أمراض ولا كورونا ولا كذا مثل ما تقولوا أنتم الآن. فالإرضاع الأولاد كان له أسباب، منها أن الأمة القرشية تريد تتفرغ لزوجها، مفهوم؟ وما تراجع زوجها القرشية، لأنه عندما هاجروا من مكة إلى المدينة بدأ نساء قريش يأخذن من طبع نساء الأنصار، والأنصارية تراجع والقرشية لا تراجع. فراجعت زوجة عمر، عمر بن الخطاب قال أتراجعينني يا ابنة فلان؟ قالت إن حفصة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم. نسي الموضوع، نسي موضوع من؟ المخاصمة مع زوجتي، وذهب إلى حفصة رضي الله عنها. فيرضع الأولاد من أجل أن الولد يشب وينشأ في بيئة ليس فيها أمراض، يتعلم اللغة العربية. كيف؟ طفل صغير فطام دون سنتين، أين اللغة العربية؟ يخزن. والمشكلة عندنا يخزن إيش الآن؟ أغاني. أيوة، صغير أمه تسكته إيش تقول له؟ ها؟ ترررت. ينشأ الولد، والله أخواننا، ينشأ الولد الصغير على أغاني، على الرقص، صحيح؟ ها؟ ترررت، أعوذ بالله. وفي موريتانيا هناك الأم تسكت الولد، تقول له كلامنا لفظ مفيد كاستقم، ينشأ على ألفية ابن مالك، تقرأ له القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، ينشأ على إيش؟ يسمع، يخزن. يقال والله أعلم أن أسماء رضي الله عنها أم عبد الله بن الزبير كانت تسكت تقول له أنت تكون بطل نبيل، هو طفل تقول أنت تكون بطل، مفهوم يا أخي؟ ها؟ مو تريرتة، لا، هذا إنشا تريرتة يطلع تريرتة، ما ينفع. حليمة رأت من النبي صلى الله عليه وسلم عجب، عندما كان يعرض يتيم وهؤلاء يأتوا من أجل أن يأخذوا مال على الرضاع، فكل ما يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على واحدة منهن ترد لأنه يتي. فقالت أنها لا تريد ترجع بدون أن تأخذ هذا اليتيم، فأخذته فوجدت فيه بركة لم توجد في أحد. البركة من الله، لكن جعل الله سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام سببا في البركة، هذه من آيات النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام. جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بئر فيها ماء قليل، وقال يا رسول الله أدعو الله أن يبارك لنا في هذا الماء. فدعا عليه الصلاة والسلام
وبصق وإذا بالماء يزيد. وجاء لمسيلمة وقالوا عندنا بئر فيها ماء قليل، نريد تصنع كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا تمتم وبصق جف البئر، نسأل العافية والسلامة. الشاه لأن هذه اليهودية وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم السم في الشاه، قال إن هذه الشاه تخبرني بأنها مسموم. من أخبره؟ الله سبحانه وتعالى. نزول الوحي في مواضع كثيرة دليل على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. وتجد مع هذا بعض المسلمين اليوم ممكن يشك في نبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه ما تعلم، ما درس، ما عرف السيرة، ولا يعرف عنها شيء، ولا يعرف عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. رجل عابد صالح كان يصلي في بيته وليس معه أحد، وتعرف تلك الأيام لم يكن هناك كهرباء، ظلام، وهو يصلي رأى نور من جهة القبلة، ثم ازداد النور ازداد حتى رأى شيئا على عرش، فقال أي عبدي فلان، يعني إيش؟ سمى هذا المصلي باسمه، يعني حسن صالح أو سعيد، قال أي عبدي فلان، خلاص إني أنا ربك، مفهوم؟ فماذا صنع هذا العابد؟ أكرمكم الله، بصق في وجهه، قال اخسأ عدو الله. لماذا؟ لأن عندنا عقيدة ثابتة عند المسلم، إن نفسا لن ترى الله حتى تموت، مفهوم؟ لا، مو بعض الناس يفكر أن ينزل على الوحي، صح أو لا؟ ها؟ صحيح أو لا؟ موجود عندنا اليوم وفي الانترنت عندكم، ويصدق، ومن يدعي النبوة يصدق. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون كذابون 30، قالوا إما هذا العدد للتكثير، لأنه من يدعي النبوة أكثر من 30، أو الذين يشتهر أمرهم ويكون لهم شأن، ها، يكون 30. وأنت لا تظن أنه هؤلاء من يدعي النبوة، لا تظن أنه أبله درويش، لا، بعضهم درويش وبعضه شياطين، معه شياطين، معه جن. جاء رجل إلى هارون الرشيد ومعه عصا، مدعي إيش؟ نبوة إيش؟ ما عصا، قول، ادعي أنه موسى عليه الصلاة والسلام. فرأى هارون فقال له هارون من أنت؟ قال موسى. قال وما هذه العصا؟ قال هذا عصا موسى عليه الصلاة والسلام. قال ألقها، يعني إيش؟ حتى تكون حية تسعى. قال لا تصبح هذه حية تسعى حتى تقول أنت أنا ربكم الأعلى. شيطان. فضرب هارون حتى تاب. لهذا لا تدخل على هذه المواقع، ممكن تضحك وتظن أنه هذا مدعي النبوة، تقول أشوف الشيء، يقول هذا وهذا، وممكن الشبهة تدخل أو تكون وراء هذا مسيلم الكذاب، ولا مع الكذابين، ولا مع الدجالين، صح؟ كن مع من؟ مع الصادقين. عندما هذا ذكرنا موضوع الآن تذكر، عندما أكرم النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج، وإكرام النبي صلى الله عليه وسلم بالإسراء والمعراج إكرام للأمة، نعم، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من مكة إلى بيت المقدس إسراء، وعرج به إلى السماء السابعة،
وأكرم بالكلام مع الله سبحانه وتعالى فرضت عليه الصلاة المفروضة الخمس. عندما رجع في ليلة، عندما رجع أخبر كفار مكة بأنه ذهب إلى بيت المقدس فقط ورجع في ليلة، قالوا نحن نضرب أكباد الإبل، يعني المشي على الإبل أسرع مشي 40 كيلو متر في اليوم، 40 كيلو يمشوا، وقالوا نحن نمشي في شهر، نقطع المسافة من مكة إلى بيت المقدس في شهر، أنت تذهب وترجع في ليلة؟ ماذا حصل؟ ارتد بعض من أسلم بهذه إيش القصة، هي ما شبهة، هي صدق جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ذهبوا إلى أبي بكر رضي الله عنه، أبو بكر لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن رجع من الإسراء والمعراج، وجاء كفار مكة قالوا إن صاحبك يقول أنه ذهب في ليلة لبيت المقدس ورجع، ونحن نضرب أكباد الإبل وفي شهر. قال أهو قال هذا؟ قال نعم. قال لو قال هذا صدق، لو قال هذا صادق، يعني كما قرأ الإمام وما زادهم إلا إيمانا والتسليما. المسلم كل ما تأتي آية يزداد إيمان وتسليم وتصديق، يزداد إيمان. ولهذا يقول العلماء رحمه آمن تهتدي، يعني لا تدخل عقلك، قل آمنت وصدقت يهدك الله. من هذا الوقت سمي الصديق بالصديق، لقب بالصديق أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أراد الكفار، وهذه عادة أعداء الإسلام، سعوا إلى رد النبي صلى الله عليه وسلم عن غايته، عن الدعوة، بكل ما عندهم من قوة، والنبي صلى الله عليه وسلم يثبت الله سبحانه وتعالى. ما قال لماذا يحصل لي ولدت يتيم ومات الأب وماتت الزوجة ومات الأم ومات الجد ومات العم ومات الأولاد إلا فاطمة ماتت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا سحروه ولماذا وضعوا له السم؟ لا، المصيبة، اسمع، المصيبة تصيب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تؤثر فيه. ايش معنى؟ فهمت؟ يقول المصيبة تصيب النبي صلى الله عليه وسلم لكن لا تؤثر فيه، ما تزيد ولا ايش؟ ثباتا، ما تزيد الا ثباتا، ما ترد عن الطريق. تأتي المصيبة تصيب المصيبة لأنه بشر، يلحق ما يلحق البشر، لكن لا تزيد إلا ثبات. قال أوذيت في الله ولم يؤذ أحد عليه الصلاة والسلام، وأكثر ما لقي النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج إلى الطائف، حتى ما أفاق أرسلوا عليه السفهاء والصبيان يرمون النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا أرسل الله سبحانه وتعالى له ملك الجبال حتى يطبق عليهم الجبل أخشبين. ماذا صنع؟ ها؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم، أي والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم، يعني من البشر، وفي قراءة من أنفسكم يعني من أشرفكم ومن أفضلكم ومن أتقاكم، وأعبد الخلق هو عليه الصلاة والسلام، عزيز عليه ما عنتم يشق عليه كل ما يشق عليكم، حريص عليكم أي على هدايتكم، يعني هو باذل غاية جهدي في جلب المحبوب، المستفاد من قوله حريص عليكم، وباذل غاية جهدي لدفع المكروه، المستفاد من قوله عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، يعني بغير المؤمن ليس رؤوف رحيم، محمد رسول الله
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعض العلماء ما من آية، هذه من دلائل النبوة، اسمع إلى هذا، هذا يقول السيوطي وغيره، ترى حسحب الجوال يا الشيخ آخر مرة، تمام. يقول السيوطي رحمه الله، يقول ما من آية لنبي من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام منها حظ ونصيب. ما من آية للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا وللنبي عليه الصلاة والسلام منها حظ ونصيب، بل يقول ولأتباعي من بعدي كرامات، مو شياطين وخرافات. نشرح هذا. يقول خوارق العادات أربعة. إيش خوارق العادات؟ يعني أشياء تأتي على خلاف ما اعتاد الناس. هذا يحفظ القرآن أمر عادي أو لا؟ طبيعي، نعم، مفهوم. هذا يحفظ صحيح البخاري، وهذا يحفظ ألفية ابن مالك، نعم، وهذا يحفظ كتاب التوحيد، وهذا يحفظ مثلا القاموس مثلا مثلا، خلاص تمام. لكن هذا يطير في الهواء بيديه، ممكن؟ لا، هذه خوارق عادات، مفهوم. يأكل النار، يشرب السم، يمشي على النار، لا، هذه خوارق عادات، يعني تأتي أشياء على خلاف ما اعتاد الناس. يقول خوارق العادات أربعة. الأول، إيش الأول؟ أوقف، تعال هنا قرب علي شوية، التكاية هذه هي تخليك تتك شوية، تعال قرب علي، أيها أنا بس. يقول الأول آية، وهذه لا تكون إلا للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وقد انقضت الآيات بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكل من يأتي بعد النبي موت النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عندي آية، يقول والله أنت كاذب وكافر كفر أكبر، مفهوم يا أخي؟ أي واحد يقول عندي آية، أعلم غيب، نبي، رسول، على طول قل كافر كفر أكبر، ما في كلام، مفهوم؟ تمام. إذن الآية وآية النبي صلى الله عليه وسلم الباقية إلى قيام الساعة هي القرآن. ما استطاع أن يأتوا بآية يا شيخ، آية، ها، آية، من هم قريش؟ من أهل العرب، أهل الفصاحة، أهل اللغة، أهل الشعر؟ يعني هذا شيخنا الآن الشيخ عمر يعرف مثلا ويقول لكم أحيانا أبيات عن المتنبي مثلا، صح، وينتقد، يقول المتنبي هنا أخطأ، ممكن، لكن هل يأتي بشعر، يأتي بشعر مثل المتنبي؟ ممكن ما يأتي، صح، لكن ممكن يرد على من؟ على المتنبي، صح ولا؟ لكن هل يأتي بكلام مثل المتنبي؟ الله أعلم ما يأتي إلا إن شاء الله. تمام، ممكن يأتي بشعر مثل المتنبي، ممكن أحسن، صح، لكن ما استطاع كفار مكة أن يأتوا بآية. تعرف إيش يعني آية؟ مدهامتان. آية لماذا؟ طيب، هم أهل فصاحة وأهل شعر وأهل أدب وأهل لغة، صح، لأنهم فهم القرآن والله، وعرفوا أن هذا ليس بكلام بشر ولا يمكن يأتوا بآية، مفهوم يا الشيخ؟ ولا إلى يومنا هذا ما حد استطاع أن يأتي بآية. إذن هذه آية خالدة للنبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ هذا رقم كم؟ آية انتهت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. مكانه في الطابق الثاني مسجد دورين، وما في أحد، بعد العشاء مقفل المسجد، وجالس في المسجد وحده، جالس هنا ويرقص. نعم، هم يعتقدون أن الدين رقص، الله 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 الله، فهذا من المشاغبين، واحد فوق يقول فلان، ينادي باسمي فلان، يقول من؟ اقرأ،
يقول ما أنا بقال. قال يا كذاب، كيف تعتقد أن ينزل عليك الوحي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا كفر أكبر. صح؟ هي نعم. تمام، انتهت مفهوم الآية. وقال لا تقول معجزة، خطأ. أفضل تقول آية، لأن هذا الذي جاء في القرآن في 9 آيات. صح؟ نعم. تمام. الثاني كرامة، تكون لمن؟ لأولياء الرحمن. من هم أولياء الرحمن؟ من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا، يعني جمعوا بين الإيمان والتقوى. وهذا الولي لابد يتبع نبي، صح؟ ويرى أن النبي أفضل من الولي، مليون ولي، لو اجتمع كل الأولياء لا يمكن يأتوا مثل النبي، يكونوا مثل النبي، صح ولا؟ أي تمام، أي هذا أولياء الرحمن. مثل قال كرامة، مثل ما أكرم الله سبحانه وتعالى به عمر رضي الله عنه على المنبر يقول يا سارية الجبل مثلا، صح؟ نعم. وعمر بن وغيره، قصة أصحاب الكهف وغيره، صح؟ إنهم فتي آمنوا بربهم. الثالث يقول معجزة، يعني يعجز عنها بعض الناس، وفتنة واستدراج، وتكون لأولياء الشيطان. قال كيف نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان؟ لابد تفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان كما تفرق بين السماء والأرض، صح؟ لا إيمان ولا تقوى. تمام، مثل ما يقع للسحرة والكذابين والمشعوذين وغيرهم، مفهوم؟ وقال والله فلان، قال إيش يصنع؟ قال والله يأتي هؤلاء يعمى، يخرج من عنده مبصر، ويأتوا بالعربات ويخرج يمشي. طب هذا ما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ إذن كذابين هذو، ها؟ كذاب ولا يصدق. ونقول طيب بكرة يأتي الدجال وتصدقوه، ها؟ وتتبعوه أو لا؟ وانت تظن أن اليوم هذه مو الأمور ما هي تهيئة للدجال؟ هذه الأمور اللي تحدث ما هي تهيئة للدجال؟ تهيئة. ويقتتل الناس اليوم على 50 دينار. والله افتتاح عندنا، كان افتتاح مركز تجاري، قالوا أول 10 يدخلوا 500 ريال. 500 ريال كم دينار؟ 40 دينار. يا رجل، جاءت الحكومة وأغلقت الشرطة، أغلقت المجمع التجاري هذا، لأنه في صار الإسعاف يأخذهم أموات. من أجل كم؟ كيف لو تقول هذا عنده ذهب وفضة وأموال وكذا؟ مفهوم يا أخي؟ خليك في المسجد ولا تروح على الأسواق، أحسن لك. نعم. والرابع، الأول إيش؟ آية. والثاني كرامة لأولياء الرحمن، والثالث معجزة وفتنة واستدراج لأولياء الشيطان، الرابع فضيحة. عكس هناك آية، هذه عكس الآية، إيش؟ فضيحة، كما حدث لمسيلمة، بصق في عين إنسان ذهب بصره، بصق في البئر جف البئر. يقال أنه جاء لي رجل طفل صغير كان فيه شعر قليل، وقالوا يا مسيلمة امسح على رأسي حتى الشعر إيش مسح على رأسي، نزل كل الشعر وصار أسرع. نسأل العافية والسلام. كل من كذب على الله يكذب الله سبحانه وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. وقال وهذا فيه دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه أمور إخواننا لابد أن المسلم يكون موقن، يعني كم؟ 100%. هذا في حق من؟ نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل النبوة. طيب أعلى من هذا إيش؟ توحيد. أعلى من هذا التوحيد. هل تشك في وجود الله؟ تقول والله ما أشك طرفة عين. هل تشك في أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمد؟ تقول والله ما أشك طرفة عين. ما الدليل؟ تقول أدلة لا حصر لها. الأدلة
على وجود الله لا حصر لها أكثر من أن تحصر، ما يمكن أحصرها. وممكن أجمل لك الأدلة في أربعة أدلة إجمالا: العقل والحس والفطرة والشرع. هذه أدلة تدل على وجود الله. العقل يستحيل يأتي عاقل وينظر في هذه المخلوقات وهذا الكون البديع، ينظر في نفسه وينظر في السماء وفي الأرض والمجرات والبحار والأنهار والحيوانات إلا ويثبت أن لهذه المخلوقات خالق واحد مدبر سبحانه وتعالى. عقل، نعم عقل صحيح سليم باقع الفطرة. فيه رجل كان عنده دجاجة، تعرف الدجاج؟ يبيض، دجاج يبيض، وكان عنده هذه الدجاجة تنام على إيش؟ على البيض. أخذ بيضة لحيوان يعيش في البحر، بط أو أوز، تمام؟ وضع هذه البطة البيضة وين؟ تحت الدجاجة. فرخت، يقول عندما خرج الصغار الكل يقول ذهب إلى الزرع، إلا هذه البيضة عندما فرخت ذهبت إلى الماء. من علمها؟ الله سبحانه وتعالى. فيها بعض الحشرات يقول عندما تبيض تموت، وتخرج هذه تكون مثل اليرقات، ثم تخرج ثم كذا. من علمها؟ الله سبحانه. ولهذا يا شيخ تجد أكثر من يعني يلتزم ويكون 100% لا يشك في وجود الله أطباء وعلماء. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده، لأن الخوف هذه كل الناس، وأعلى منها خشية عقل. هذا نمرود طاغية وادعى إيش؟ أنه يحيي ويميت. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يناقش، لماذا؟ أعطاه حجة أقوى من الحجة الأولى. قال له فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها. طب لماذا لم يقل النمرود أنه هو الذي أخرجها من فين؟ من المشرق، واجعل الله سبحانه وتعالى يخرجها من المغرب. لماذا لم يقل هذا؟ لماذا؟ انتبه، فهمتم السؤال؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال للنمرود، قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. لماذا لم يقل النمرود أنه هو الذي أخرجها من المشرق واجعل الله يخرجها من المغرب؟ لماذا؟ ها؟ لا، لو قال، لو النمرود قال لهم أنه هو الذي أخرجها كان كل الناس قال النمرود يا كذاب تكذب، قبل أن تولد أنت والشمس تخرج من هنا، كيف تكذب؟ صح؟ هاي صحيح، مفهوم؟ إذن هذه المسائل الإيمان لابد تسقي الإيمان في قلبك حتى يزيد، مفهوم؟ عندنا من أسباب زيادة الإيمان التفكر في مخلوقات الله، صح؟ يعني الحين المطر، شوف المطر ايش تقول؟ مطرنا بفضل الله ورحمته، لأن هذا مؤمن به كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا ذلك كافر به مؤمن بالكوكب، صح أو لا؟ يعني تمام. هذا يخرج إلى البر مثلا الآن ويشوف المخلوقات ويشوف البحار ويشوف يشوف الصحاري مثلا، يقول سبحان الخلاق، صح؟ ها؟ مو يصور يقول يا سلام يا حبيبي، لا ايش هذا؟ صحيح؟ ما يصير. المفروض ايش يقول؟ يقول سبحان الله، وعندما يصعد يقول الله اكبر حتى لا يتعاظم في نفسه، وعندما ينزل يسبح الله سبحانه وتعالى، يتفكر في مخلوقات الله، هذا العقل. اثنين، الحس. من الأدلة على وجود الله أشياء أنت تشعر بها محسوسة، تراها بعينك أو تسمع. أي نعم، مثاله النبي صلى الله عليه وسلم صعد على المنبر وكان يخطب، ودخل رجل
وقال ادعو الله أن يغيثنا. ما في السماء يقول من سحابة ولا قزع، يعني حتى سحابة صغيرة، يعني سماء ايش يقول عندنا؟ صحو صافية، اي ما في ولا سحابة. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، قال اللهم غثنا اللهم غثنا، اللهم ما نزل وهو على المنبر، نزل لحيته تقطر ماء، امطروا سبتا كم اسبوع المطر لا تتوقف. هذا ايش؟ دليل محسوس ملموس، خرجت يقول السحابة وكانت فوق المدينة كالترس تصب، هذا دليل ايش؟ محسوس ملموس. الثلاثة الذين اطبق عليهم الغار، الأول دعا انفرجت كذا، الثاني دعا انفرج ما يستطيع يخرجوا، الثالث انفرجت خرجوا، هذا دليل إيش؟ أنت تمرض أحيانا، ها قال أنا مرضت في كورونا والله ودخلت المستشفى، قلت يا رب يا رب فرجها يا رب يا رب يا رب أعود إليك، تبت إليك يا رب بس أخرج، صح؟ وفرج الله عنه، هذا دليل إيش؟ محسوس ملموس، تكون في كرب وشدة، صح أو لا؟ ها؟ اي نعم. هذا رقم كم؟ اثنين. ثلاثة الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، لكن مشكلة من يغير الفطرة له، افلام كرتون وبلاي ستيشن صحيح او لا، مصائب ستيشن. والله مولود يولد على الفطرة، قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض، والله اسمع، والله لا يوجد مخلوق إلا ويعرف أنه مخلوق، صح ولا؟ حتى فرعون، حتى النمرود، هو في قراءة نفسه قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات الأرض. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا أنسى. خلقكم والذين من قبلكم، كل واحد منا يعلم أنه مخلوق. والملحد نصر عليه السلام، ملحد ملحد، ها هذا الملحد ايش يعني؟ ينكر وجود الله، نهاية الملحد انتحار، لانه متناقض مع نفسه. ولو تأتي للملحد نصر عليه السلام واتركه لا تناقشه، خلي واحد من العلماء يناقشه، لكن الملحد قل للملحد ارفع يديك وادعو الله على نفسك، والله ما يستطيع. ليش؟ لأنه يعرف وجود الله وهو متناقض مع نفسه أصلا. هذا رقم كم؟ الرابع الشرع، الأدلة من الكتاب والسنة. بل يقول ابن القيم أن التوحيد لا تخلو منه آية، توحيد الله لا تخلو منه آية. المشكلة اليوم أننا نتلقى العلوم من جوجل ويوتيوب وحالات واتساب صح ولا لا؟ وكل في الغالب ايش؟ أنه ما تعرف من أين تأتيك الرسائل، ويجيك رسالة أو فيديو مقطع يوتيوب قال إذا تريد تعرف أن الله سبحانه وتعالى يحبك أو لا اصنع هذا أو قل هذه الكلمات، صح؟ وهذا مسكين كان يريد يفتح مقطع للشيخ بن عثيمين أو كذا، قام فتح المقطع هذا وراح في الضلال نسأل الله عليه السلام. وإذا تبغى تعرف شخصيتك أنت رومانسي، والله صدق والله كاتبين لك الآن، إذا تبغى تعرف أنت رومانسي أو عصبي أو إيش أو عاطفي أو شخصيتك، شخصية بس ارسل لنا رسالة فيها إيش، فيها اسمك. مجرد ترسل الرسالة لا تقبل أصلا لك صلاة 40 يوم، تستقبل الرسالة الثانية كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ثواني. وكان مسكين يبغى يدخل وين؟ درس، ودخل وين؟ شرك، والله بسبب هذه إيش المقاطع والبلاغ. والأبراج أيضا، أبراج البرج، يقول أنت إيش برجك؟ مجرد يقول تفتح تنظر في البرج لا تقبل لك صلاة 40 يوم، بس تفتح المجلة تقرأ وصدقت كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم في ثواني. وبعدين إيش يقول لك؟ أشياء تقع عند كل الناس، يقول تسمع خبر سعيد، تسمع خبر تعيس،
يموت لك قريب، يولد لك عزيز، زوجتك تخاصمك وفي لك أعداء، ومتخاصمت أنت وزوجتك يا شيخ عمر يوم العيد. في واحد متزوج ما يتخاصم مع زوجته في يوم العيد؟ ما يوجد. كل واحد معروف أسأل متزوجين، لازم صح لازم يوم العيد تخاصم. والخصومات ملح الحياة صحيح؟ قال لا، فمجرد هذا ما يتخاصم مع زوجتي في يوم العيد قال الله أكبر، هذا اللي قال الخبيث في البرج، صدق كفر بما أنزل عن محمد صلى الله عليه وسلم، يقول أشياء يقع فيها كل الناس. مفهوم يا أخي؟ تخاصم وش المشكلة؟ عادي ملح الحياة. نعم، هذا شياطين أرادوا أن يوقعوا أهل الإسلام في الكفر والشرك الأكبر، نسأل العافية والسلام. كم بقي للفجر يا شيخ؟ فجر، فجر معنا وقت الحمد لله. طيب والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم، جزاكم الله خير. لو في سؤال يتعلق بالموضوع أهلا وسهلا، وإلا سنكمل بعد الصلاة. الساعة كم العشاء الأذان؟ ربع، لا بين الأذان والإقامة نعطيهم راحة يصلوا يتوضأوا بعدين بعد العشاء. طيب أعطونا في سؤال. نعم يا أخي. قرب علي شوية. الأنبياء ما هم أصحابك؟ قل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. طب أنا أكمل عليك، ما مشكلة، تعال. عليهم الصلاة والسلام. أعلم أهل الأرض. نعم. فلماذا سيدنا موسى كان يتعلم من سيدنا الخضر؟ يقول في قصة الخضر موعظة وعبر وآداب طالب العلم. بني إسرائيل كان عندهم تعنت، ويسأل موسى عليه الصلاة والسلام أسئلة تعنتية، فسألوا موسى عليه الصلاة والسلام من أعلم أهل الأرض؟ قال أنا، وصدق. أراد الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أن موسى عليه الصلاة والسلام كان الأصل أن يقول الله سبحانه وتعالى أعلم، أعلم من كل أحد، صح؟ فقال الحق بعبدنا خضر. موسى عليه الصلاة والسلام أفضل من ملء الأرض من الخضر، من أولي العزم من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لكن الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، أراد أن موسى يلحق بالخضر، وأن الأعلى يتعلم من الأدنى. طيب ماذا حدث؟ قال حدث أن الشيطان وراءهم ما تركهم. انتبه لهذه النقطة، الشيطان وراءك ما يبغاك تتعلم، ولهذا قبل تقرأ القرآن ايش تقول؟ أنت جالس تعصي الآن حتى تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، هنا أهم شيء. لماذا؟ لأنه هنا الشيطان ما يريد أنك تتدبر في كلام الله، لأنه فهمت كلام الله نعمة كبيرة، صح؟ أفلا يتدبرون القرآن؟ فهو الآن قال له الله سبحانه وتعالى المكان الذي تفقد فيه الحوت، هذا المكان اللي تجد فيه أين؟ عبدنا الخضر، رجل صالح عنده كرامات، صح؟ والآن أخذنا أن الولي أفضل من النبي؟ ما يمكن، مفهوم؟ تمام. قال ومن سانيه إلا الشيطان ونذكره. هذا من؟ غلام موسى عليه الصلاة. إذن الشيطان ما يريد أن موسى عليه الصلاة والسلام يتعلم. وش إيش الإشكال أنه يتعلم الأعلى من الأدنى؟ الهدهد، هدهد. قال أحط بما لم تحط به، تطاول بماذا؟ بالعلم. وجئتك من سبأ بنبأ يقين، عندي علم زيادة علم، مفهوم يا أخي؟ تمام. أويس القرني
مستجاب الدعوة صح؟ أفضل من عمر؟ والله لو يجتمع كل التابعين واتبعته ما بعدهم ما يعدل الصحابة. مفهوم يا أخي؟ لأن الصحابة هم أفضل الخلق في الأفراد وفي الجملة، لكن ممكن يأتي تبع تابع أفضل من تابعي ممكن، لكن لا يمكن أحد يأتي مثل صحابي. مفهوم يا أخي؟ أي نعم، لأن هذه الطبقة طبقة الصحابة. فهمت يا أخي؟ فقد يتعلم الأدنى الأعلى من الأدنى، مثل أنا الآن أعلمكم وأنا أدنى منكم، والله أستغفر الله أنا أدنى منكم درجة. كيف؟ ها يعرف الشيخ عمر. نعم، فالأدنى أحيانا قد يكون عنده زيادة علم صح؟ أي نعم. ولهذا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أدرى في أمور دنياكم مني، صح ولا؟ ويقول الحق، لكن في أمور الدين لا. النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان يستشير الصحابة مثلا رضوان الله عليهم في بدر، استشار الصحابة قالوا أهذا منزل أنزلك الله إياه أم هي الحرب والخدعة؟ قال هي الحرب والخدعة. قال لا، إذا هذا ليس منزل. مفهوم يا أخي؟ ثم انظر إلى تواضع موسى عليه الصلاة والسلام، ما قال أنا نبي مكلم من أولي العزم، قال هل أتبعك؟ هل إيش؟ عرض، وعرض بلطف، وقال أنا أبغى أنا أتبعك على أن تعلمني مما، قال أريد شيء من علمك. وقال ترى أنا أعرف، أنا أدب طالب العلم، موسى يقول حتى يرغبه، قال أنا أعرف أدب طالب العلم. قال ستجدني إن شاء الله صابرا، قال بصبر عليك، اصبر على جفوة معلمي، قال إذا جفى عليك المعلم وشد عليك هو اللي يحبك خلاص، ولا أعصي لك، قال أنا أطيعك في غير معصية الله على أن تعلمني مما علم، قال أنا أعترف لك بالفضل والعلم وكل. شوف التواضع يا رجل، ها فهمت يا الشيخ؟ فوائد درر. أنا ليش أقول هذا الكلام؟ لأننا اليوم في يوم الجمعة تقرأ سورة كهف تتكرر عليك يا أخي، حاول تتدبر في كلام الله. مفهوم الشيخ؟ تسمع تنظر تفسير معتمد، مو جوجل، لا تروح لجوجل، انتبه، تفسير معتمد، وتسمع التفسير وتتدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. لماذا نكرر سورة الكهف في كل جمعة؟ لأن سورة الكهف تخرجنا من هذه الأشياء اللي ألهتنا عن ما خلقنا له، وهي العبادة والآخرة، عن فتنة الشباب إنهم فتية آمنوا بربهم، فتنة المال صحيح، صاحب الجنتين ولا كذا وغيره صح، فتنة السلطان، فتنة العلم، نعم فتن كثيرة تدخل كهف. إيش سورة الكهف؟ مو كهف تحت الأرض، ما عندنا كهف تحت الأرض، لا، في يوم الجمعة تتذكر هذا الكهف اللي لابد تعيش فيه، يعني كهف إيش؟ العلم، الإسلام، الدين، مفهوم؟ ولا تخرج، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم الغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والله أعلم، وصلى الله على نبي محمد وعلى صحبه وسلم. إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء مباشرة نكمل ولا نطيل عليكم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، جزاكم الله خير.